قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو قد فشلت على مدى 6 أشهر بإعادة المحتجزين من قطاع غزة. وقال لبيد في منشور على أكس إن الحكومة الحالية يجب أن ترحل ويجب أن تجرى انتخابات مبكرة بحسب تعبيره. تزامنا مع ذلك، من المقرر أن يخرج الآلاف في إسرائيل اليوم في تظاهرات انضم إليها أسر وذوي المحتجزين في غزة، إضافة للمتضامنين معهم في تل أبيب، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما سمحت 200 شركة إسرائيلية لموظفيها بالتغيب عن العمل للمشاركة في تظاهرات اليوم. אזרחים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שבזכותכם قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعكف على تشكيل لجنة وزارية من أجل صياغة مشروع قانون جديد للتجنيد، وسوف يضمن القانون تجاوز حكم أصدرته المحكمة العليا الأسبوع الماضي وجمدت بموجبه تحويل الأموال من الموازنة الحكومية إلى المدارس الدينية إذا لم ينضم طلبتها إلى التجنيد الإلزامي. وأضافت الهيئة أن نتنياهو تجاوز في فكرته الجديدة وزير الدفاع يوآف جالانت الذي كان يعارض مشروع قانون سابقا يعفي اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية. جالانت أكد أكثر من مرة أنه لن يطرح القانون للتصويت إن لم يكن هناك إجماع عليه في الائتلاف الحاكم. ومن المقرر أن يتوقف ابتداء من الاثنين تحويل أموال من الموازنة للمدارس الدينية مع دخول الأمر المؤقت الصادر عن المحكمة العليا حيز التنفيذ. وترفض الأحزاب الدينية في إسرائيل المشاركة في الخدمة العسكرية، وقد انضمت لحكومة نتنياهو الأخيرة مقابل تعهد بإقرار قانون يضمن إعفاء طلاب المدارس الدينية من المشاركة في الخدمة العسكرية. معي مباشرة من القدس مراسلة الحدث لانا كولغاصي، اهلا ومرحبا بك لانا. لو نقف بالتأكيد على المتوقع وأجواء الجلسة الوزارية مجلس الحرب المصغر هذا اليوم. أهلا بك. اللافت فعليا اليوم هو موضوعان، موضوع الأول هو المفاوضات واستئنافها في القاهرة، خاصة بعد وصول الوفد الإسرائيلي اليوم إلى القاهرة للحديث عن آخر تطورات موضوع صفقة لتبادل الأسرى. الموضوع الثاني أيضا وهو مهم جدا خاصة في الداخل الإسرائيلي وهو موضوع المظاهرات. اليوم مساء سوف تبدأ مظاهرات حاشدة، من المتوقع أن تكون مظاهرات كبيرة في القدس وربما هي الأكبر منذ بداية الحرب في مدينة القدس أمام الكنيسة تحديدا، خاصة بأننا نتحدث بأن هناك الآلاف من الإسرائيليين غاضبون، من بينهم أيضا عائلات الأسرى الإسرائيليين سوف يخرجون لمدة 4 أيام على التوالي ابتداء من اليوم مساء أمام الكنيسة لمحاولة الضغط على هذه الحكومة للتوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى. إضافة إلى ذلك ليس فقط موضوع الصفقة، إنما أيضا مطالبين بنيامين نتنياهو بالاستقالة وحتى إسقاط هذه الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة بسبب أن هذه الحكومة يمينية متطرفة، إضافة إلى ذلك تفشل بتحقيق الأهداف العسكرية لدى الحكومة الإسرائيلية التي كانت قد وضعتها منذ بداية الحرب، والقضاء على القدرات العسكرية لدى حركة حماس واسترجاع الأسرى الإسرائيليين أحياء إلى إسرائيل حتى هذه اللحظات. لنا يعني إذا بقينا أيضا في موضوع المظاهرات، يعني للمشاهد العربي كيف اليوم تختلف صورة هذه المظاهرات وهذا الزخم الكبير من هؤلاء الذين ينزلون للشوارع ضد حكومة اليمين، ضد نتنياهو، لربما تأييدا بشكل أو بآخر مع المعارضة الإسرائيلية التي تتهم نتنياهو بالفشل بإعادة المحتجزين؟ ما صورة الزخم الكبير لهذه المظاهرات لنا؟
بالفعل ربما جميع الصحف الإسرائيلية اليوم باتت تتحدث عن هذا الموضوع خصيصا، وأن أيضا عدد من الشركات، نتحدث على الأقل هناك 200 من الشركات خاصة من مجال الهايتك والتكنولوجيا، كانت قد سمحت للموظفين بعدم التواجد في ساعات العمل للمشاركة في هذه المظاهرات التي من المتوقع أن تكون مظاهرات كبيرة وكبيرة جدا. يعني منذ 7 أكتوبر كان هناك مظاهرات ولكن تطالب الحكومة التوجه إلى صفقة لتبادل الأسرى، ولكن هذه المظاهرات في الأيام القليلة الماضية باتت تتحدث أيضا عن المطالبة بإسقاط هذه الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة لاسترجاع أيضا الأسرى الإسرائيليين، الذي تتهم أيضا الشارع الإسرائيلي يتهم بنيامين نتنياهو بأنه لا يضع الأسرى الإسرائيليين في سلم الأولويات، وكما تحدثت أيضا بأنه بالفعل يفشل بتنفيذ الأهداف التي كانت قد وضعتها هذه الحكومة، وربما هي أهداف بالفعل ربما صعبة التحقيق، خاصة القضاء على القدرات العسكرية بشكل كامل لدى حركة حماس. مشكورة إذن من القدس مراسلة الحدث لنا كل غاصي، يعطيك العافية لنا.